احنا اليوم واحنا جايين هنا محتصمين وماكو دوام وماكو كل شيء، احنا اليوم نازلين نريد وطن، نريد نعيش كما تعيش باقي الدول كلها. احنا اليوم احنا نريد هنا، اريد انا اليوم اطالب حقي ما كما يتساقط العالم. يعني معقوله السياسيين انهم ما يشوفون هاي، ما يشوفون الاوضاع كلها؟ لا كلها تدري، السياسيين والقاء الاحزاب، امشي الاحزاب كلها تلقي، والبرلمان والقاء مجلس محافظات كلها تلقي. ما نريد هنا. هنا اكل دعم كله، مواكب ودعم الطلاب، الجامعه، الدكاتره، الدكتورات كلها هنا اليوم كلها متبرعه هنا، كلها جايه، والمواكب من كل المحافظات، عزيه والاعماره والكوت كلها كل اليوم جايين. احنا نبقى محتصمين لحد ما ينبون المطالب، وليس يقول احنا كان فور، هاي نريد مطالب فوريا. بدنا نبات هنا يوم بعد يوم. اهميه المطالب اللي طالبوها ما ينفعها. مطالبنا والله تحقيق الامان، يعني خدمات الشعب العراقي، الشباب هاي ظل عطالة بطالة، هي خدمات يعني شو نريد؟ ان شاء الله مستمرين لحد ما تحقق مطالبنا. احنا طلاب كشريحه طلاب، طلاب جامعات، جامعه بغداد، يعني شريحه طلاب صارت 11 يوم، هذا الشيء مو سهل. يعني الحكومه المفروض تقبلنا شيء يلبي طموحاتنا. مطالبنا احنا ارتفعت، صخره المطالب ارتفع باول شهيد سقط على جسد الجمهوريه، تحولت مطالب خدميه وبسيطه الى مطالب لاسقاط الحكومه وتعديل الدستور والغاء الاحزاب وحل مجالس المحافظات والى اخره. يعني الاعداد غفيره والطلاب بتزايد والاضراب جاي يزيد ما يقل يوم عن يوم. راح نبقى نستمر الى الحد ما ينفذون جميع المطالب، وليس ترقيعيه بل جميع المطالب. كمطالب احنا طلاب، احنا مطالبنا واضحه، صارت واضحه. احنا نريد تغيير نظام برلمان، ما نريد هذا البرلمان نحله، واحنا نريد وطن مو سجن، ونريد بيت سكن مو ايجار، نريد سلام مو ارهاب. احنا نريد نعيش كافه، عشنا بذل صار لنا 16 سنه، شنو سويتوا لنا؟ انتم لو تدس احنا بال 2020 مشوارعنا ما مبلطه، هذا ابسط شيء ما بلط. يكذب لك سبيس انه يعاملك انت ما ادري بيا عالم، يا عالم احنا بال 2020 صرنا بال 2020 فهمونا، يعني شو تريدون بعد؟ الشعب ما يريدكم، مل منكم، شو تريدون بعد؟ شو اسوي لكم بعد؟ ما اريدكم، مو تجين والله حقيل رئيس الوزراء، لا هاي الشغله ما تفيد. تبدل الوجه الثاني، لا، نظام تغيره ككل. نطالب بحقوقنا، يعني انا طالب مدرسه، خطوط ماكو، كراسي ماكو، صبورات حديثه ماكو، العالم قامت تشتغل على الحاسبه واحنا بعدنا على القلم والطباشير. العالم كلها متطوره، ابسط شيء حقوقك، هذا النفط اللي بالعراق خير من الله، صار له سنين يغزر بالعراق. ان شاء الله لحد تحقيق المطالب، وان شاء الله الطلاب تبقى بحاله اعتصام، وهي صار لنا اسبوعين احنا في حاله اعتصام، انا طالب سادس علمي، وان شاء الله نستمر بالاعتصامات ونقابه المعلمين في حاله اضراب لحد تحقيق مطالب الشعب. انا صار لي سنتين مجاني اداوم بدائره حكوميه، صار لي سنتين اداوم مجاني، يعني ابصم حال الموظفين، يعني يستلم راتب، يستلم 250 ويستلم 450. زين انا من الكوت، من محافظه الكوت انا. زين ليش اطالب بحقي؟ يعني انا ليش صار سنتين مجاني؟ وين اكو اي دوله هسه تعطيني باي دوله تعطيني يعني واحد يداوم مجاني يعني بدون راتب؟ ماكو. هذا ابسط يعني ابسط موظف باي دوله يستلم راتب، يتقاضى راتب. الطفل اول ما يصير يتقاضى راتب، ليش احنا شنو الفرق عن الدول الباقيه؟ زين يعني انت حصك من النفط ليش جاي تطلع برا؟ اذا انت تهاجر برا راح يتصلك المساعدات مالك مال النفط كلها تطلع لك، يعطوك 8 ورقات، معيشتك واذا متزوج واطفالك كلها تعيش بنعم.